مساء الخير مشاهدينا بالحلقة 35 من برنامج المواجهة، معي أنا ميديا حمدوش ومع زميلي خلدون حيدر. مساء الخير لكل متابعي منصة مشكات على فيسبوك، يوتيوب وكلوب هاوس بحلقتنا 35 من برنامج المواجهة. معي أنا خلدون حيدر ومع زميلتي ميديا حمدوش. مساء الخير. من تشققات صخور الطاغية خرجنا، من صحراء السياسة والفكر. كنا ننتظر ربيعاً يعيد لدمشق الحزينة مجدها. من جنينة البيت سحبنا أغصاناً خضراء ونفضنا عن حناجرنا كل ذكريات حماتة وجسر الشغور وسجون تدمر وصيدنايا والمخابرات والأربعين حرامي. صدقنا حكاية النخب وأعجبنا بالأسماء. اتبعنا مكيدة العروبة والإسلام حتى نهاياتها. نفرنا خفافاً وثقالاً لأجل عيون الوطن. نامت عقولنا المثخنة بالألم على أنغام حقوق الإنسان وهيئة الأمم ووعود الزعماء والقادة. لم نكن ندري أن العرب مجرد ظاهرة صوتية، وأن لدى أمة الإسلام ميليشيات وأفواج من المجرمين والحاقدين سيحرقون بها الشام بلظى الثارات والثارات المضادة. لم نكن ندري أن منظمات حقوق الإنسان وهيئة الأمم ومحكمة الجنايات الدولية ليسوا إلا وحوشاً يحضرون حفلات الشعوب التنكرية بزي الأمير. وفي غوطة دمشق وعلى مشارف حلب خلعت الوحوش قناع الأمير، وبدا العالم كعصفورية تجري من تحتها الدماء وتظللها الجماجم. سوريا تمزقت بين اسطنبول والدوحة والرياض وسوتشي وجنيف وأستنا والقاهرة ونيويورك وموسكو، والشعب نحن تحمصت أجسادنا على نيران البراميل المتفجرة، وهمنا على وجوهنا هاشلين بين السفارات والحدود والخرائط والخيام والملاجئ والمنافي، وبقي السوري في داخلنا يصيح حرية تراوده النجوم الحمراء الثلاث الشهية قائلة هيت لك فيرد لبيك. ولكن كيف يمكن أن نجد للمستقبل ولو مسار نملة؟ متى الخلاص وكيف؟ هذا ما سنسأل عنه ضيف حلقتنا الليلة. ضيفنا من مواليد مدينة الزبداني في محافظة ريف دمشق سنة 1957، حائز على إجازة في الطب البشري من جامعة دمشق، ومن أبرز المعارضين والمحللين السياسيين على الساحة السورية. عانى من الاعتقال في سجون الدكتاتورية في سوريا على خلفية زياراته للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. نتحدث في حلقتنا عن الدكتور كمال لبواني. مساء الخير دكتور. مساء الخير لكم وجميع المشاهدين، تحياتي. أهلين دكتور. دكتور خلينا نشرح شوي بالبداية عن فقرات البرنامج. برنامجنا من ثلاث فقرات، الأولى هي حوار المواجهة، مجموعة أسئلة بانتظار إجابة حضرتك، ورح تكون معي أنا. الفقرة الثانية رح تكون مع ميديا بعنوان فخ المواجهة، حالات افتراضية تخلقها ميديا ومنشوف شو خيارات حضرتك. الفقرة الثالثة والأخيرة هي اسم وتعليق، مجموعة أسماء مجهزينة وبانتظار تعليق حضرتك على كل اسم. جاهز نبلش دكتور؟ حاضر. نعم. دكتور رح أبدأ معك حوار المواجهة بسؤال الأول. دكتور نحن هلأ بعد 11 سنة من انطلاقة الثورة السورية عم نحكي. النظام كانت لعبته الوقت، يستغل الوقت، هزائم عسكرية وسياسية منيت بها يعني الواجهة السياسية للثورة السورية المعارضة السورية. خيبة أمل كتير كبيرة خصوصا بعد الانتخابات يلي صارت بأيار العام الماضي 2021، يعني بهالظلام هذا وبهاليأس المسيطر على كل النفوس هذا بيظهر الدكتور كمال اللبواني على قناته الخاصة على اليوتيوب وبيحكي لنا على القرار 2254 أنه قرار متفق عليه من كل الأطراف، قابل للتنفيذ بسهولة، سهلت علينا المسألة كتير، اقترحت عريضة كلياتنا وقعناها، رتبت الأمور، وكنت عم تحكي يعني بقوة وكأنه هذا الشيء اللي رح يصير
وكنت عم بتقول يعني خلال أشهر بالمخيمات رح يرجعوا على سوريا، بالملاجئ والمنافي رح يرجعوا على سوريا. اليوم بعد سنة ونص دكتور كمال، الجمهور كان عم بيقول دكتور كمال اللبواني من الشخصيات السياسية اللي فعلا منعول عليها بتاريخها الكبير، لكن حقيقة يعني هزمنا وكسرنا فوق انكساراتنا بوعود لاحظنا أنها مزيفة. رد حضرتك دكتور كمال. يعني أول شيء الثورة السورية قامت يعني ضمن الربيع العربي، ضمن مناخ إقليمي معين، وكان في هجوم على هذا الربيع. يعني لو النظام لحاله معزول سوريا ما في تدخل خارجي، كان الشعب السوري كفيل بهذه الثورة أن يسقط هذا النظام بالأسابيع الأولى. لكن اللي صار في تدخلات أجنبية وبلشت القضية تتدول. وقت اللي حكينا عن مشروع المجلس العسكري كحل تطبيقي من أجل قرار 2254، كان هناك خطة توافق روسي أمريكي وعم يحاولوا يجتمعوا ليلاقوا مخرج، وكان مفروض أن الروسي يمشي في هذه القضية بنص الطريق عصلج. لهالسبب وقفت، لأنه المشروع قائم على توافق جنيف وعلى توافق روسي الأمريكي، والذي قلنا أنه هذا المسار، مسار جنيف، مسار التفاوض، ما بنحل بهالطريقة. وشرحنا الحيثيات ليش يعني، وبناء عليه كان يفترض خلال 6 أشهر أنه يكون هذا المشروع محطوط على الطاولة، وبدأوا بتنفيذه. حتى كنا عم نناقش أسماء أعضاء المجلس العسكري. ال6 أشهر اللي مضوا يعني بداية السنة 2020 طلعت كورونا، وطلعت مدري شو، طلعت أحداث ثانية وإلى آخره، وتقربت العالم كله، كل العالم وقف يعني، وتأخرت القصة وتغيرت الظروف. فتغير الظروف، هلأ اليوم هلأ ما عاد في لا مجلس عسكري ولا قرار 2254، لأن التوافق الروسي الأمريكي كله طار، وبالتالي تتغير الظروف بحيث أنت لا تحسبها. مو بإيدك يعني، ما بإيدنا إنه طلعت كورونا، ما بإيدنا. بس قبل كورونا دكتور، قبل كورونا دكتور كان في مسار أستنى، يعني شفنا المعارضة كيف راحت، وهالمسار إيه؟ شو أورد لنا؟ طيب هذا مفهوم، بس أنا حكيت وقت اللي حكيت طرحت ببداية سنة 2020 بأول يوم بالسنة، طرحت مشروع المجلس العسكري، قلت المعارضة رايحة لتشارك بالانتخابات، ونحن خيارنا إنه لا، خيارنا إنه سلطة انتقالية وليس تشارك الأسد. يومتها أنا طرحت المشروع، وأنا طرحت المشروع بعد ما كنا مناقشينه سنة ونص مع أطراف دولية، ما طرحته من عندي وهيك والآخري، والقضية وكانت ناضجة إلى حد كبير جدا. إجت ظروف كورونا، إجت تغيرات دولية، ما بإيدك أنت تحسبها. وأنا ما قلت للناس أنه أنا أضمن، لأني مين أنا لأضمن، لكن الجو العام اللي كان يجب هذا المشروع، كان المشروع أمامه فرصة حقيقية للتحقق، وحسننا أنه نجيب واحد يعني مو محسوب على النظام يكون رئيس المجلس العسكري، وهذا بشق الأنفس. لكن اللي هو مناف طلاس، نعم، جنرال مناف طلاس، يعني مناف كونه يعني مقبول من الروسي، مقبول من الأمريكان، وإلى حد ما حيد نفسه عن كل الصراع، يعني ممكن يكون شخصية وسيطة، وما لقينا غيره حقيقة. يعني ضابط هيك معروف بيعرف النظام منيح، كان من يعني علاقاته الدولية جيدة إلى آخره، ما لقينا غيره. وبالتالي كان هو المشروع هيك على أساس ضباط من الداخل من النظام، وضباط من برا، وتكون مرحلة عسكرية مؤقتة ريثما يستقر الوضع السياسي في سوريا، وتسحب السلاح، وتوحد البلاد ضمن سلطة أمنية واحدة، يعود المهاجرين، ومن ثم تبدأ الحياة السياسية. إذن هو كان مجلس عسكري مؤقت كحل تطبيقي للقرار 2254، وأنا ما أزال مقتنع به لو كنت بالظروف اللي كنا فيها بنهاية 2019 بداية 2020. كان في لكم تواصل مع شخصيات ضمن النظام؟ نحن أنا لا، أنا ما عندي تواصل، بس الأطراف الروسي عنده، الأطراف الدولية عنده، وبالتالي كان هذا الخيار حتى ما يطلع مشروع، لأنه أي دولة بدها تطرحه، أنا كان رأيي هيك ورأيي كتير ناس وافقوني،
إذا أي دولة بدها تطرح هذا المشروع سيكون الدولة الثانية رح تطلب ثمنه. كان في موافقة من قسد ولا لم تؤخذ قسد؟ قسد يعني ما ناقشناها بس وافقت فورا وأعلنت ذلك، والروسي لحد كبير كان موافق. والمعارضة؟ حتى ناقش أسماء. المعارضة قطعا ما هي موافقة، لأنه تدور على مناصب. أنا واحد من الناس ما لي منصب بالمجلس العسكري، يعني أنا مثلهم، بس أنا ما بفكر هيك. أنا بفكر شو المخرج للشعب السوري، للناس اللي محاصرة جوا، للناس اللي بالخيام، وفي النهاية وقت اللي بيرجع الوطن نكسب كلياتنا. فالنقطة الأساسية اللي أنا بلومني فيها، كانت حساباتي صحيحة في زمانها ووقتها، وكان في تقريبا موافقة دولية أمريكية أوروبية إلى حد كبير، عربية إلى حد ما، تركيا كانت معي معارضة يعني، والروسي ما كان عم يقول لا. لكن بالشهر السادس بلشت الأمور تتغير، من 2020، بآخر 2020 تعقدت الأمور أكثر وأكثر، وبلش الصراع، وبلشنا دخلنا مرحلة جديدة. اليوم إذا بتقول لي شو بتطرح لسوريا، بقول لك هلأ عم بشتغل على ورقة تختلف جذريا عن الورقة السابقة. ليه؟ لأنه الظرف كله تغير، الوفاق الدولي كله انهار. نعم. شو بتقول هالورقة هيك بنظرة سريعة؟ والله ما بحسن يعني أحط لك خطوط عامة، لكن يجب أن يطرح مشروع السوري، الورقة السورية، ضمن الإطار الحالي الذي لا يقوم على الوفاق الروسي الأمريكي، يقوم على الخلاف. يعني محاولة وضع الثورة السورية في سياق الصراع مع الاحتلال الروسي، يعني يختلف جذريا. بدل ما كنا عم نحكي على أنه الروسي يضغط ويساعد ليجيب سلطة انتقالية بإشرافه وبرعاية الأمم المتحدة، والأمريكي يتفرج، بدل ما نطرح هلأ أنه الأمريكي ينغمس وأوروبا تنغمس معنا من أجل تحويل سوريا لساحة استنزاف للاحتلال الروسي. اختلفت جذريا الورقة والآليات والأدوات، كلها اختلفت. يعني هلأ بدنا نعتمد بقى على المقاومة، بدنا نعتمد بقى على المناطق اللي المحررة، نعيد إنتاجها بشكل تكون محررة فعلا، تكون يعني شبه دولة، يعني كان مناطق قسد ولا مناطق إدلب، على الجنوب، على فصل الجنوب عن النظام، وعلى شن عمليات واحتجاجات وإلى آخره داخل مناطق النظام وسيطرة النظام. فإذا في الخطة اختلفت جذريا، هذا تتطلب قوى وأدوات تختلف كليا عن مشروع المجلس العسكري اللي كان بيعتمد على قرار دولي وعلى توافق دولي. بس المعارضة السورية اللي ذكرت دكتور كمال إنه هي كانت عائق، بعد مثل ما هي. وهون في سؤال عن المعارضة السورية، ونحن شفنا يعني تابعناك على اليوتيوب وشفنا يعني هجومك حاد جدا على المعارضة السورية. وهون بدنا نسأل دكتور كمال، هل يعقل يعني المعارضة السورية والائتلاف حصرا فيها أسماء يعني في إلى تاريخ نضالي، عاشت دخلت السجن وعارضة بشار الأسد بالوقت اللي ما كان فيه ثورة ولا كان فيه حدا يجرؤ يقول حرية؟ معقول كل هالمعارضين هدول سراق ومنتفعين ومستغلين وبلا ضمير؟ ولا يعني المعارضة في شيء اسمه تركيا مسيطرة بشكل كامل، وتركيا قادرة يعني عم يشتغلوا تحت ضغط تركي، ولا هنن هيك؟ يعني هلا كتير ناس معارضين وعارضوا، كتير ناس كانوا مع النظام وانشقوا، كتير عارضوا ورجعوا فسدوا. يعني ليش يعني انت معتبر كل انسان بس يشوف المسار ماشي بطريق الخيانة لازم يستقيل، مو هيك؟ ومعظم الرموز اللي عم تحكي عليهم استقالوا وتركوا. اللي بقي اللي جايبته الدول واللي عم يشتغل مع الدول، هيدي هي المشكله. او اذا بقي له كم واحد يعني مغلوب على امره ولا يقرر. قرار المعارضه السوريه مختطف من قبل الدول منذ عام 2013، مختطف تماما. وبالتالي مين الدول بالتحديد 11 دوله هن الكور بسموهم، دول اصدقاء سوريا. بتعرف اول شيء شكلت مجموعه من 40 دوله، بعدين صاروا 113، وبعدين رجعوا اختصروا بالكور اللي هن 11 دولة، منهم العربية ومنهم تركيا ومنهم فرنسا وألمانيا وبريطانيا، هدول وأمريكا. هدول الدول هن اللي اختطفوا القرار، لكن في النهاية اختطفته السعودية
وحلفاء العرب وتركيا وحلفاء التانيين، وهلأ صفى بإيد تركيا على الحل، يعني تركيا لوحدها، وبالتالي أصبح قرار بيد المخابرات التركية. إذا أنا ما بدي أحكي عن الناس إنه هل كلهم قرار مختطف، هن ما لهم دور، هن عم يدوروا على الانتفاع الشخصي على المصالح، وبالتالي المشكلة الأساسية اللي كنا نحن خايفين منها وخلتنا نهاجمهم بشكل عنيف، يعني إنه رايحين كانوا يتنازلوا عن حقوق الشعب السوري. يعني الشيء الوحيد القادر على القفز فوق تضحيات الشعب السوري إنه من يمثل الشعب السوري يتنازل عن هذه الحقوق. هي أخطر نقطة، كانت الشيء الوحيد اللي يعطي الشرعية للأسد أن تقبل به معارضة، وللأسف قبلوا وقدموا أوراق يقبلوا بالأسد من خلال أول شيء قبول التفاوض معه من دون شروط، حتى وقف إطلاق النار ما حطوه، ثاني شيء القبول الدخول معه بالنقاشات على أساس شريك في وضع دستور البلد، قفزوا فوق الجرائم، ما تعاملوا مع النظام كمجرم، تعاملوا مع النظام على أساس يعني خلاف سياسي، يعني إحنا مع النظام خلافنا سياسي وليس جرائم ارتكبها النظام. هذا السبب، وكانوا رايحين بوجود تقريبا 10 عملاء للنظام وللروس في قيادة المعارضة، كانوا رايحين يقدموا تنازلات مجانية لولا الضغط اللي شكلناه عليهم وسكرنا عليهم الطريق. وأنا بشكركم لأنكم وقفتوا يومتها معنا وقلتوا لا، يعني كل الناس اللي وقعوا كذا وإلى آخره واشتغلوا نشطوا كتبوا إلى آخره، نحن هذا الصوت اللي وقف التنازل. تتذكر أنت بداية 2020، تتذكر انتخابات الرئيس، وإلى الآن يتحدثوا عن عودة التفاوض لدمشق، يعني تحت سلطة المخابرات السورية. تخيل شو راح تكون النتيجة. هلأ النظام ما بقى يقبل شيء، يعني احنا ارتحنا عمليا، المعارضة لم يعد لها دور حاليا. نعم طيب دكتور، بخطوة شافوها كثير من شباب الثورة، يعني حركة ذكية تمكنت من تحريك المياه الراكدة، خليني أقول مياه الشباب السوري الراكدة، عن طريق فكرة تجمع شباب سوري وطني تحت عنوان اقترحت اسم الحركة المدنية السورية. الشباب السوري أعجب بها الاسم، وفعلا بدأ بشكل جدي، ولاحظنا خلال فترة قصيرة تجمع تحت النداء هذا آلاف، يعني أنا بتذكر الرقم كان بحدود 3500، ولكن يعني فيما بعد وبفترة قصيرة شفنا أنه الدكتور كمال هو بإيده عم يوقد هل التجمع أو هالبادرة هاي، لما صار يهاجم الدول، كل الدول، وبداية الدول اللي إما الصديقة أو ممكن تكون صديقة للمشروع الوطني السوري. ويعني أي مهاجمة، مو مهاجمة عادية، تهديد لأمن هي الدول عن طريق تحفيز شعوبها على الثورة. أنا هون عم بحكي عن الإمارات والسعودية وقطر، مثلا والله الأمير محمد بن سلمان هو ابن جارية مثلا. يعني هون الشباب عم بيقول نحن كيف ممكن نمشي، واللي دعانا عم بيروح بيصطدم بالدول هالاصطدام هذا العنيف وما عم يرحم. ف كيف، أول شيء شو أنا رأيك ما دكتور قلت كمان؟ ابن جاري، لا قلت أنا هاجمته سياسيا. اللي صار إنه أنا بالناس، يعني أنا بطرح الفكرة وقلنا له الناس اشتغلوا وتابعوا، أنا بدي أختبر هل نضج الشباب السوري ليكون فعلا قادر على إنتاج حركة سياسية، ولا أنا بدي شده شد. إذا أنا بدي شده ويصيروا تبع إلي، لا بلاها الشغلة كلها من أساسها. إذا هني ما بده بيحسنوا يتفقوا، ما بيحسنوا يخترعوا قيادة، بلاها القصة. يعني أنا لا أريد أن أكرر تجارب الماضي، الأحزاب السياسية الفاشلة الأخرى اللي فيها دكان لشخص، مزرعة اللي هي إقطاع سياسي، هيدي فلان، يعني إذا فلان قالكم تشتغلوا بتشتغلوا، إذا فلان قالكم لا تشتغلوا ما بتشتغلوا. قلت لكم أنا واحد منكم، وهي القضية تفاعلية، وتفضلوا نظموا نفسكم لنشوف. حقيقة مو أنا اللي فشلت، هن اللي فاشلين. شبابنا السوري ليس قادرا على أن يشكل ديناميكية تفاعلية لينتج نفسه سياسية. لهالسبب أنا صبت بالإحباط، لأنه ما شفت مبادرات، شفت خلافات كتير، شفت إلى آخره. قلت إذا لم ينضج شباب سوريا بعد لكي يكون سيد نفسه وحر وقادر على إنتاج قوى سياسية. إذا أنا بدي أشحطه، أنا ماني قادر أشحط حالي.
وبالتالي أنا برفض الفكرة كلها أن يكون قائد وزعيم ووجه والآخر. وقت أنا انطلقت الحركة ومشيت قلنا لهم كملوا، وقت اللي ما كملوا فهمت أنا أنه المقياس اللي حاطه مقياس الحرارة لسه ما وصلت الحرارة للدرجة اللازمة تنظيمية، فبتحط الفشل عليكم أنتم مو علي. أنا افترضني مت، طرحت فكرة ومت، أنتم متحمسين لو مقتنعين فيها، ليش ما مشيتوا فيها؟ ليش ما تابعتوا؟ ليش ما كان عندكم قدرة؟ ليش كنتوا ناطريني؟ وأنا اتصلوا فيي وكذا وطلع وحكي لك يا أخي لا تتعلموا تمشوا وراء حدا، هذا الحدا بس تمشي وراء واحد بيكبر راسه بياخدكم على محل غلط، بدور على مصالحه، بعدين بيعملها مزرعة وراثية. لا يا أخي، اعملوا حركة مدنية، أنتوا انتجوا نفسكم بطرق مختلفة. أنا طرحت الفكرة وأنتوا لازم تمشوا وتمشوا فيها، ما مشيتوا لا تحط الحق علي، أنا ما نيمتها ولا وقتها ولا شيء. بعدين أنا من الناس، لا تربط نفسك في موقف السياسي، أنا قلت حركة مدنية لشباب سوريا وأنا واحد من الناس معكم، لكن أنا ما بخسر حريتي وبخسر موقفي السياسي ومن شان التنظيم أنا اعتبرته هلامي تجريبي يعني. عرفت كيف؟ وكان يجب أن نهاجم الدول العربية لأنه هن اللي ضغطوا بشكل هائل من أجل المشاركة في انتخابات مع الأسد، وضغطوا من أجل التطبيع مع الأسد ومن أجل إعادته لجامعة الدول العربية، وصاروا يقدموا له كل الدعم اللازم المالي وغيره لكي يستمر، وإلى الآن ما زالوا يعني رغم كل الضغوط اللي عملناها عليهم. فهن وقت اللي بدهم يجي يقفزوا فوق مليون شهيد سوري، فوق حقوق الشعب السوري، فوق فرصة بعد كل هذه التضحيات، فرصة إعادة بناء سوريا بشكل لائق بشعبه وتضحياته، لا ترى أنا بزعجهم وأنا قاعد بالسويد يعني، وقادر أني أزعجهم وفهمتهم لا تتخبصوا بالملف السوري وإلا نحن بنزعجكم ببلادكم. وكان يجب إزعاجهم، ولو ما زعجناهم ما نضبوا. وكنت أنا وحدي يعني تقريبا كنت أنا قادر أني ألجم الحراك السياسي اللي كان ماشي باتجاه التطبيع مع الأسد، لأني ركزت عملي على تعريف الشعب السوري، وأنت واحد ناس تعرف كضحايا، وقلت نحن ضحايا، الأسد يسقط بجرائمه، وهذه الشعارات اللي عملتها مشيت ودلت ماشية، واليوم الأمريكان متبنينا والأوروبيين متبنينا والشعب السوري متبنيها وعم يحكي فيها. إذا أنا كان لازم وقف وقاتل على هذه الجبهة من دون ما جامل حدا، وإذا أنت معرف السعودية والإمارات أنه هني بيدعموا الحركة المدنية، هني ضد المجتمع المدني حتى العظم، هني ضد الديمقراطية حتى العظم، هني الأنظمة العربية هي جمعية مستبدين متعاونين رغم كل خلافاتهم بيتفقوا على شعوبهم، وبالتالي تعريفك غلط لهذه الدول. نعم، ولو حياتها بتدعم، وهي دورها كان تخريب ثورة الشعب السوري. ذكرت أنه الحركة المدنية السورية كانت هيك تجربة، خلينا نقول مخبرية، من الدكتور كمال اللبواني لقياس يعني استعداد الشباب السوري لتشكيل جسم سياسي ما وطني وإخراج قيادات منه غير طائفي، يعتمد مبدأ الحزب المستوي اللي ما في هرم قيادي يعني، ما في قادة يعني، حزب مؤتمرات، حزب بيشاركوا فيه كل الناس على قدم المساواة، له برنامج بيحط برنامجه، ومو حزب يعني على النمط التقليدي الأوامر وتنفيذ ومدري شو إلى آخره، يعني حزب على النمط الأوروبي الحديث. طيب، وقلت إنه التجربة فشل الشباب السوري، من خلال هالتجربة دكتور كمال شو هي أسباب الفشل للمستر؟ شو برأيك كان؟ أول شو بيلزم الشباب؟ عوز المكان، إحنا ما عندنا مكان لوحدنا. يعني مشردين يعني، كنا نعمل الحزب على الشبكة الافتراضية، هذا كتير مهم هذا العامل، لو في أرض ومكان وجمهور حدنا كان يختلف كتير شغل، بس كونه ما في أرض وما في مكان هذا عامل مهم. العامل الثاني، ما عندنا مورد مالي، ما حسننا نعمل كادر وظيفي مؤسسي ناس موظفين يشتغلوا بالإدارة تبعت هذا العمل، لأنه ما عندنا مورد مالي، وأي مورد مالي بده ياخذ قرارك. ثلاثة، الحركة المدنية لسه ما نضج في وعي العمل المدني،
لسه الاستقطاب شديد الطائفي والديني والى اخره. الوعي السياسي لسه ما نضج بشكل كافي، رغم انه انا شايف الشعب السوري بعد 10 سنوات من الثوره تغير جذريا. يعني كنا من بين المعارضه 4 5 اللي بيعرفوا يقروا ويكتبوا مقال. اليوم ما شاء الله في عنا آلاف الإعلاميين وآلاف الكتبة بيكتبوا شيء حلو كتير، آلاف الدارسين والباحثين، يعني عنا صار أنت جنسية كافية، لكن ترتبط بالشارع لسه هالفجوة هذه ما حسننا نعبيها، لعوز المكان، لعوز التمويل، لعوز المؤسسات، التسهيلات اللوجستية مو متوفرة. أنا قلت إنه إذا ممكن نحن نخلق حالة ما بال المجتمع الافتراضي، بيعتقد يعني كانت تجربة جديدة كتير في العالم، يعني نشكل حزب بس على النت، لكن كمان هاي لا يعني صعبة شوي، يعني هذا هو العوامل. في حدا أرسل لنا مو فشل لأنه هن سيئين، لا الظروف أصعب منهم، أصعب بالإمكانات. في حدا أرسل لنا من شباب الحركة المدنية قال الحركة المدنية السورية هي كانت مبادرة من الدكتور كمال اللبواني لتصدير ابنة شقيقته لما اللبواني لمشروع سياسي وسلم الحركة المدنية. الشباب هيك عم بيشوفوا فعلا مثل ما بده، يعني أنا شو بإيدها هي ولا بإيدي أنا؟ إذا أنتوا قررتوا تجتمعوا وتعملوا في أو بلاي، شو ماسك عليكم؟ هل هي يعني دكان اللي خاصة فيها حطيت نفسي قلت بتعملوا شيء؟ بس أني بتناطرين أوامر. المشكلة كان دوما يعني تجيني الحكي أنه لازم تبدي رأي، لازم تعطي رأي، لازم تقول لهم للناس شو يساووا. شو الحكي هذا؟ بعكس مبادئ، عكس مبادئ الحركة المدنية. أنا مو شغلتي أقول لك شو تساوي ولا أقول لك شو رأيي، أنت تصرف اشتغل. أنا قلت لك إطار العمل هيك، عملوا مجموعات وبلاغي، وأنا أصلاً سحبت. ليش؟ لأنه ما بدي يكون أنا حدا يتهمني هذا الكلام، وبالتالي ما حدا منح حدا. ولهلأ وبكرة وبعد بكرة فيكم تشكلوا بهذا النمط بهذا الشكل أي حركة. أنا أقول لك هذا الشكل مناسب للوضع السوري، يجب أن نفسح المجال لنمط سياسي جديد ولجيل جديد. عرفت كيف؟ قلت هيك قالوا طيب اطرح المشروع، طرحنا المشروع، تشكلت المجموعات، رجعت المجموعات اختلفت ونامت، مو انا. وبالتالي انا ما تحملني المسؤوليه، اني حساس كثير من هذا الموضوع لاني عانيت منه من خلال عملي بالتنظيمات السياسيه السوريه منذ عام 1976 لليوم. عانيت من الاقطاع السياسي ومن الدكاكين، كل واحد بيعمل دكان بيجيب قرايبينه بيجيبهم بيحطهم بيعملهم إلى آخره، بيمسك المصاري، بيمسك الناس، بيمسك الانتخابات، بيحطها بعدين بيورثها لأبنه. أنا عانيت منها لهالسبب. أنا بالعكس 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 تماما. بس شغلة واحدة ممكن يعني أني يتحسسوا منها، أنه الباسورد والكذا ما حبيت أعطيها لحدا، لأنه فورا أجهزة المخابرات تخترقها وبتدمر. فهيدي الأسرار المفاتيح بس الباسوردات والآخرين بس، مو أكثر يعني. هذا كان لازم حط حدا بثق فيه ما يخترق. كثير خطير إنه يفوتوا عليها أجهزة مخابرات نظام أو دول عربية أو أحزاب سياسية ليخربوا. ما سمحت لهم يخربوا فانزعجوا مني. أنا ما حس إنه يفوتوا، كثير في ناس حاولوا يفوتوا ويخترقوا ويوصلوا لنقطة معينة يخربوا كل شيء، مثل ما عملوا بزمانهم بجمعية حقوق الإنسان ومثل ما عملوا كذا. بس وصل الباسورد للمخابرات فاتوا على الموقع دمروا ايه. تمام، رح نكفي معك دكتور كمال لبواني، لكن هلا منروح مع زميلتي ميديا لفقرة فخ المواجهة. مساء الخير مرة تانية دكتور كمان. أهلا. رح كون معك هلأ بفخ المواجهة ورح نختلق حالات افتراضية سوا. رح بلش معك بالسؤال الأول. لو فرضنا أن الدكتور كمال اللبواني مكلف حاليا بتشكيل هيئة حكم انتقالي، أطراف من النظام والمعارضة وقسد، ممكن تعطينا أول اسم من كل طرف بيخطر ببالك؟ صعب. يعني
صعب صعب جدا، لانه احنا ناقشنا، ما ناقشنا بناء انا شو بدي، بناء على معطيات كثيره جدا، وهي المعطيات تتغير دوما. يعني من هو وسألنا عن الشخص؟ المعطيات الحالية، يعني مين ممكن تلاقي أشخاص مناسبين للشيء الواقع مجلس حاليا. انتقالي انا بتصوري يجب ان يكون عسكري في البدايه، عسكري في البدايه، ويكون فيه ضباط من المعارضه ومن النظام ومن قسد، عسكري فقط، ولا يحمل اي مهمه سياسيه. اذا بتجيبي مظلوم عبدي، لكن بتجيبي مظلة سياسية يعني منافق دكتور كمال لاص، فينا نقول. بتجيبي علي مملوك مثلا، بتجيبي مثلا ديب زيتون، بتجيبي مثلا لوقا، ما بعرف يعني، مهم اسماء. ومن المعارضه يجي كم ضابط من الجيش الحر، مصطفى الشيخ، رحال الى اخره، يجتمعوا ويقرروا يديروا البلد امنيا ويفرضوا راح فيها يرجع سلطه لحكم قانون. العسكر دكتور كمال؟ لا، هو المهمه الاولى عسكريه، ما في مجال يعني، لانه بلش بالسياسي ما بنتفق اليوم. اذا بدي اقول مجلس عسكري، مجلس سياسي انتقالي، يتطلب هذا انتخابات حره. لانه سياسي صار سياسي، يعني معناته نحن بلشنا نحكي بالايديولوجيا وبالكوتا وبالتوزيع العرقي والتوزيع الديني، شغله لا يمكن ان تحسم الا عبر صندوق الاقتراع. فالتمثيل تمثيل. اما وقت بيجي مجلس عسكري له مهمه محدده، هي فرض الامن، طرد الميليشيات الاجنبيه، جمع السلاح، اوكي، مين ما اجى يجي، ما في مشكله. تكنوقراط كتكنوقراط، وانا قلت نجزئ العمل، نعطيه مهمة أولى الطرد الأجنبي، جمع السلاح، فتح السجون، تهيئ بيئة آمنة للعودة للمهاجرين، ثم فتح الحياة السياسية. نبلش سياسة من شعب موجود على أرضه يعيش حرية. فكل شيء خسرناه نحن عسكريا نرجع نكسبه سياسيا عن هذا الطريق. وبالتالي مش المجلس العسكري ليلغي السياسي، المجلس العسكري ليفتح مكان للسياسي. اليوم اذا تعملي انتخابات بيفوز مين بيفوز؟ بيفوز صاحب المال السياسي، صاحب السطوة، امراء الحرب، عرفتي كيف؟ فغلط تبلشي الديمقراطية بصندوق الانتخاب، وغلط تبلشي باختيار ممثلين للشعب او دستور للشعب السوري، لانه انت حذفتي ارادته. دكتور كمال، وهل قادرة فعلا القوى العسكرية الموجودة على الأرض على تشكيل مجلس عسكري يكون وطني لا وقادر فعلا على لا طرد الأذرع الخارجية بسوريا؟ لا، أنا قلت مشروع مجلس عسكري يتطلب اتفاق دولي وقرار مجلس الأمن، والسلطة اللي بده يكون السلطة على الجيش اللي داخل جيش النظام، والسلطة على شباب المعارضة، وبدعم جوي روسي أمريكي سواء. هذا شيء ما مو سهل يعني. ما قلت أنا إنه هن رح يكونوا قادرين، هن بس رح يوحدوا القوى العسكرية ضمن هذا يعني فينا المجلس. نقول أن القوات العسكرية الموجودة ممكن تتوحد فقط بموافقة دولية أو وصاية دولية؟ فقط، مستحيل توحدي لا سياسيا ولا عسكريا. ما ممكن الشعب السوري يتحد اليوم بلا قرار دولي، ما لانه ممكن في هن تشكيل قالوا مجلس عسكري المناطق المحررة، خليني أقول بالشمال السوري، لا، وهذا المجلس الشمال هو السوري ما المجلس بده بالضبط. مجلس عسكري، الشمال السوري بدك تلغي العسكر منه. يعني اذا بتحكي عن الشمال السوري بتحكي عن سلطة مدنية محلية منتخبة تضبط العسكر وتضبهم وتضب التشبيح وتضب الحواجز وتوقف وتدفش العسكر على الجبهات، وتقعد هي تقيم سلطة القانون، سلطة مدنية حرة منتخبة. بالعكس يعني، بالعكس تمام. إذا تحكي على المحرر على الحل، بالعكس تمام، ما بدنا عسكري، بدنا انتخابات محلية، بدنا ناس منتخبة من الأرض، بدنا لجان من الأرض، وبالتالي تختلف. هون شعب عايش على أرضه بده ينتج سلطة، بينما نحن مجلس عسكري شعب مشرد مهجر محتل بده يفضي لينتج ليرجع الشعب. إذن مرحلة مختلفة. طيب دكتور، وحالة الفصائلية اللي موجودة بالشمال، يمكن الشمال المحرر هي أكثر منطقة بحاجة فعلا مؤسسات عسكرية، لا يعني أبدا أبدا في تفلت أمني، في أبدا فصائل لا تعد ولا تحصى. أبدا، يجب جمع السلاح كله ودفع المقاتلين إلى الجبهات وإقامة سلطة مدنية توافقية على الأرض.
تحكم من خلال لجان أهلية محلية منتخبة، ومن ثم بنبني الهرم السياسي. أما تبلشي اليوم تقولي الفصائل هن مصيبة كارثة. يعني بنقدر مثلا ناخذ مثال الشيء اللي عم بيحصل حاليا بالمحرر او كما يسمى بالمحرر، وخصوصا لجنه رد المظالم وعزل محمد الجاسم ابو عمشه، فينا نقول نحن بحاجه هيك لجان فعلا؟ احنا بحاجة انتخابات بالمخيمات وبالقرى وبالأحياء، انتخابات حرة محلية أولا، مجالس محلية ترسل هذه المجالس المحلية مندوبين عنها لمجلس مركزي، تنتخب السلطة السياسية من تحت لفوق. بس بهيك لجنة تختصريها بلجنة تختصريها بكذا، لا، كله يعني بتبلش إدارة ذاتية من الحي من الحارة من المخيم، تنجي السلطة. هذا مين بده يسمح فيه؟ ما بيسمحوا فيه الفصائل، ولا بتسمح فيه الاحتلالات. إذا هذه المنطقة مش محررة، لا يستطيع الشعب الموجود فيها اختيار قيادته الحقيقية ولا محاسبة المسؤولين، وبالتالي هي منطقة محتلة من قبل أمراء حرب، أو على الأقل يعني إذا ما قلنا من قبل منظمات متطرفة، وإذا ما قلنا من قبل مرتزقة وعملاء وجيش أجنبي. ما فيك تحكي إنه اللي عم يصير بالشمال السوري يقع في هذا السياق، غلط. طيب دكتور، إذا بنرجع كمان بضمن سياق الشمال السوري المحرر، وشفنا هلا مثل اللجنة اللي حكينا عليها هلا، دكتور أنت شو رأيك بهاللجنة؟ هل هي فعلا لجنة منتخبة؟ هل هي لجنة تعمل لأجندات ما؟ أم فعلا بدها رد الحقوق ورد المظالم؟ هلا اللجنة تشكلت بشكل طارئ بعد فضايح وبعد قصص يعني يندى لها الجبين، وتشكلت بناء على المشايخ الثلاثة، عندهم رصيد شعبي وعندهم رصيد أخلاقي، وجاهدوا جهاد مرير ليقاوموا الضغوط وما أكثرها. وبالتالي هيدي حالة استثنائية ستؤد، لن يسمحوا بالمحاسبة لأن الكل متورط بالفساد، والفساد محمي من قبل السلطات التركية. للسبب هدول الله يعينهم، يعني كان حالة استثنائية جداً، لن تعيش ولن تستمر ولن تصل التحقيقات إلى نتائجها، لأنه إذا نحققه معناتها لازم يعزلوا كل السلطات القائمة من أصغر مخيم لتلحق الائتلاف، كله فاسد وكله متورط وشبكة واحدة، عرفتي كيف؟ وبالتالي أنا بتصوري ما في بالمحرر اليوم إمكانية لأنه نحوله لمحرر حقيقي بتعبر فيه الناس عن نفسها. دكتور كمان في سؤال عم بينطرح، وهي مثل ما ذكرت حضرتك إنه اللجنة مكونة من 3 أشخاص، مشايخ أو من 3 مشايخ، هل فينا نرجع نلاقي إذا بمناطق المحرر استلمت لجان مدنية ممكن نرجع نلاقي المشايخ من المسلمين أو في أزرع للإخوان المسلمين مرة تانية بمناطق المحرر؟ ما فيك تقولي إنه الدين ليس له دور في الحياة الاجتماعية السورية، وبالتالي ما في تحطي شرط انه يكون شيخ او ما يكون شيخ، لكن يجب ان يكون منتخب ومراقب من الشعب مين من كان يكون. اخوان مسلمين تنظيم سري الى الان، كل الاخوان بتسالي انت اخوان لك مو اخوان، وبالتالي ما يزال لسه عم يشتغل بعقليه الثمانينات. هذا ما بيمشي الحال، يعني بدنا قوى، بدنا حدا يتحمل مسؤوليه يقول انا المسؤول، أنا اتحاسب قدام الناس، بدنا يكون معرضة للمساءلة، إعلام حرة، لا يطلع يحكي أي واحد يخطفوه. يعني شفتي أحمد رحال حبسوه، يعني حبسوه ليش حكى؟ ومع أنه اللي حكى هلأ ثبت عند المشايخ نفسه، يعني المعلومات كانت وصلته قبل المشايخ. ف يعني القصص لا بتصير. اليوم تسألي أي واحد بالمحرر ما يسمى بالمحرر، تسأليه بيحكي لك قصص يعني يجب أن تجري عليها محاكم، وبالتالي ما حدا بده يحاكم، ما حدا بده يسأل. لا سبب، نحن الفشل ضرب جذوره عميقا جدا داخل المجتمعات الموجودة هناك، والسبب الأصلي فيها هو عدم انضباط البندقية، لأنه الائتلاف غاب عن قيادة الفصائل أو غيب بشكل متعمد والتهب بالفنادق، وتحكمت الفصائل، تحولت لأمراء حرب ومرتزقة ثم مرتزقة، وصارت قوة احتلال تمارس على الشعب ما مارسه جيش النظام وربما أحيانا أكثر. دكتور عند الإخوان المسلمين رح ننتقل السؤال الثاني، بين البعث والإخوان المسلمين
والاتحاد الديمقراطي. لو فرضنا أن المطلوب من الدكتور كمال اللبواني تحييد أحد من هؤلاء الثلاثة، فمن ستنحي دكتور كمال؟ نحي اثنين، مو ثلاثة، نحي اثنين، نحي الإخوان والبعث، لأنه أحزاب أيديولوجية شمولية. لا أنا زلمة ديمقراطي، وأنا مؤمن بأنه الشعب يختار ما يريد. وقت اللي هن بيؤمنوا بالديمقراطية وبيجوا عن طريق الديمقراطية أهلا وسهلا، بشرط أن يحافظوا عليها، مو بس يطلعوا على السلطة يغيروا الدساتير، يعني مثل اللي طالع على السلم كل ما طلع درجة بينشرها. لا، هن مشكلة الأحزاب هذه إنها أحزاب قد تصل عن طريق الديمقراطية، لكنها عندما تصبح بالسلطة تلغي الديمقراطية، يعني بيستخدموها للصعود فقط، ديسبوزابل الديمقراطية ديسبوزابل. أنا بلغي اثنين، بلغي البعث والإخوان كمظهرين لعملة واحد، وجهين لعملة واحد. ودكتور أنت تركت الاتحاد الديمقراطي وما نحيته، طيب الاتحاد الديمقراطي ما له كمان أيديولوجيا قومية؟ لا، الاتحاد الديمقراطي نحن وقت أسسناه أنا وميشيل الله يرحمه أسسناه ليكون جامعة غير مؤدلجة، لأنه يعني الديمقراطية ليست أيديولوجيا، الديمقراطية نظام حكم، أن يكون الشعب سيد نفسه، أن يختار ممثلينه، أن يحاسبهم، هي الديمقراطية، وبالتالي ليست أيديولوجيا. يعني ما هي عمال وفلاحين وطبقات ومدري شو، ولا مكونات ولا فروق دينية ولا شيء. وهذا اللي حاولنا نحكيه بالحركة المدنية، أنه قفزوا فوق كل هيدي التقسيمات العمودية أو الأفقية، وحكوا بوطن، حكوا بوطن. نحن بمرحلة ما قبل لسه الصراع السياسي، مرحلة ما قبل السياسي، مرحلة تأسيس وطن، تأسيس بيت، بعدين بنقسم الغرف اللجوء. فالحركة الديمقراطية، اتحاد الديمقراطيين، كان هدفه أنه يكون جامعة لكل الناس المؤمنين بحق الشعب في تقرير مصيره واختيار قيادته وإقامة نظامه السياسي الذي يريد، ما يكون مزرعة. هذا هو، والحركة المدنية قريبة كثير فكرة الاتحاد الديمقراطي. دكتور أنا بدي بس نوه على شغلة، أنه الاتحاد الديمقراطي المقصود فيهم بالسؤال هو البيادي. البيادي حزب قومي كردي ماركسي لينيني، يعني لحد كبير ما يزال بنيته التنظيمية بنية عسكرية، حزب الجيش، وبالتالي ما له علاقة باسمه. يعني وبالتالي هذا يعني ما من هون نقدر نقول انك بدك تنحي ثلاثة دكتور؟ أنا هدول الثلاثة لا يمثلوا مشروع سوريا. يعني طب إذا قلنا الأخطر على الحالة الوطنية، إذا طلبنا منك اسم واحد هو الأخطر، أخطر واحد هو الإخوان المسلمين، لأن البعث ما في بعث، بعث ما في، يعني بعث ميت من زمان، حافظ أسد قتله من زمان، يعني من 20 سنة ما عمل له مؤتمر لأنه لغاه عمليا، يعني حوله لمؤسسة للتطبيل والتزمير له. حزب الإخوان هن اليوم ماسكين الشارع إلى حد كبير، ماسكين التمويل، ماسكين الفصائل، ماسكين، يعني لا مثلا جولاني منين عايش، كيف عايش، يعني في النهاية هو أحد أزرعهم. فبالتالي الإخوان وامتدادهم الدولي ووجودهم وتحالفهم مع إيران ومع تركيا ومع قطر، يعني عندهم امتداد هائل، وعندهم مساحة تمويل هائلة تمتد من شركة الدبس باليابان لتلحق الولايات المتحدة. تروحي على الولايات المتحدة بتلاقي 4 مراكز أبحاث سورية يمولها الإخوان المسلمين، محيطة بالإدارة الأمريكية. قرار الاتحاد الأوروبي يتأثر كثيرا باللوبيات الإخوانية الموجودة، وبالتالي هذا الأخطر، يعني مش الأخطر لا البعث ولا البيوت. دكتور يقال إنه الإخوان المسلمين هم المسيطرين على الائتلاف، ونحن طبعا عم نشوف الائتلاف في المحافل يعني ما له أي دور، وأحيانا بيكون دور سلبي، يعني مثل ما عم نشوف مثلا سالم المصلت الشيخ سالم، إنه مثلا وقت هلا مثلا عم نشوف موضوع أبو عمشة، إنه كيف كان عم بيكرم أبو عمشة أو تم تبادل هدايا، فهي عم بيعطي شرعنة لفصائل فعلا أساءت للثورة. دكتور كمال، لأي درجة الإخوان المسلمين أساء لمسار الثورة؟ هلا هو تقولي انه الائتلاف سيطروا عليه وهو فاشل، طبيعي لانه هن بدهم اياه يكون فاشل. ليش؟ لانه هن عاملين مؤسساتهم الخاصه، وبالتالي من يوم المجلس الوطني كان يجب ان يكون هذا المجلس كرتوني شكلي بس، يعني
من شان هن يتابعوا عملهم لحالهم، على اساس انه هن صارت الثوره لهم وخلاص، يعني رايحين على الحكم ما بدهم ياخذوا حدا معهم. ففشل المعارضه السوريه او الائتلاف او المجلس الوطني هو يعني هدف، كان هدف من اهداف الاخوان المسلمين، انه يتحول لشيء لا معنى له ولا قيمه، ليبقوا هن متحكمين بكل شيء. هي المظاهر بتشوفيها فوق، هي أقنعة بيلبسوها الإخوان المسلمين، بيجيبوا جور الصبرة، بيجيبوا واحد مسيحي، بيجيبوا واحد كردي، بيجيبوا واحد كلهم ما لهم علاقة، أوراق بيلبسوها هيك، بس هو اللي عم يشتغل حقيقة على الأرض مش الائتلاف ولا المجلس الوطني، عم يشتغل هيئة حماية المدنيين، عم يشتغل الفصائل اللي هن داعمين الفيلق. اليوم بدك تجيبي سلاح منين؟ بدك تجيبيه من الفيلق. مين اللي عم يعطي اليوم وعم يشتغل ويدعمه للجولاني؟ مين عم يدعم هاي الفصائل؟ هن الاخوان. وبالتالي المدير العام اليوم المعتمد عند التركي هن الاخوان المسلمين وعند القطري. حتى مؤتمر الدوحه، حتى مؤتمر الدوحه كان للاخوان دور كبير في عقده. اقول تقصد فيلق الشام؟ ايه فيلق هذا، فيلق الشام هذا هو كان يجي التسليح كله التركي عن طريق تركيا له، هو يوزع يعني عرفتي كيف؟ وبالتالي حتى تسليح هاي الفصائل وقت كانت فصائل كان ممسوك، حتى تمويلها ممسوك. وبالتالي هن ماسكين التمويل وماسكين السلاح وماسكين الاغاثه وماسكين القرار السياسي، واللي قبل بجنيف هن الاخوان، رغم انه اعلنوا انه هن ضده وراحوا اول الناس. واللي قبل بسوتشي هن الاخوان، واللي راحوا كلهم اخوان. واللي قبل يعني عرفتي كيف؟ وبالتالي الاخوان هن المتحكمين بقرار الثوره، لكن للاسف قرارهم يعني حتى الإخوان ليس بيدهم، يعني كثير مهتمين بموقف بموافقة تركية والموافقة القطرية وعلاقاتهم مع الدول، ولهم خطوط مع الإيراني وخطوط مع النظام، وبالتالي هن الأخطر طبعا. دكتور إذا برجع معك كمان لحكي إلنا قبل شوي بخصوص هيئة الحكم الانتقالية، إن كانت عسكرية ولا سياسية، نقدر نرجع نشوف سيطرة للإخوان المسلمين؟ هل حيكون مسموح فعلا للإخوان المسلمين يرجعوا يسيطروا على هيئة الحكم الانتقالي؟ أنا ليش قلت عسكري بحت؟ لأنه ما بدي سياسية، يعني ما ممكن نلاقي كمان فيلق الشام مثل فيلق المشهورة مش فيلق الشام؟ ضباط منشقين وضباط من عند النظام حتى نستأصل كل شيء سياسي بما فيهم أنا، لأنه ما رح نتفق. خلي الشعب السوري يرجع لأرضه ينتخب من يريد، إن شاء الله يطلع الإخوان ولا يطلع غيره. أنا واجبي رجع الناس لأرضها، تبني لها حياة سياسية حرة، وقت هي بدها تختار الاستبداد تصطفل. دكتور كمال بروح معك على السؤال الثالث والأخير بفخ المواجهة. لو فرضنا أننا في مرحلة انتخابات رئاسية ديمقراطية في سوريا، من ترغب في أن يكون خصمك في الانتخابات ولماذا؟ أنا ما بترشح. لو فرضنا أي حالة افتراضية دكتور أنا كمال. ما بترشح للرئاسة لأني لا أصلح. أنا مش رجل قيادي وحكم، أنا رجل معارضة، يعني اختصاصي أن أكشف الأخطاء والعيوب. اختصاصي اني يعني ابحث عن السيء، الجانب السيء في اي موضوع، مش اختصاصي اعمل توافقات مع الناس، لانه بالسياسه بيقول له يعني تشوف الكلب بتقول له يا حاج كلب، انا لا بحب الكلاب ولا بحب التعبايه. فبالتالي انا لا اصلح لان اكون، وما بعتقد انه يجب ان يكون هناك شخص يقود سوريا. فكره الرئاسه انا كلها تغلط. انا بتصوري انه يصير في نظام برلماني حكومي، برامج حزبيه هي اللي تقود وليس اشخاص. اي طيب رح غير صيغه السؤال دكتور. لو نحن قدام ثلاث خيارات من للمرشحين للرئاسه السوريه، اذا عندنا شخصيه عسكريه، شخصيه مدنيه، أم شخصية سياسية بالمعارضة السورية، فمين بتفضل حضرتك؟ تفضل شخصية مدنية ذات خبرة في الإدارة والاقتصاد، وليس سياسي وليس عسكري. بس مو هلأ عم نحكي، هلأ قطعا بدنا عسكري، لأنه عندنا مليون مصيبة، عندنا سلاح فلتان، عندنا مجرمين، عندنا جرائم، عندنا مليون قصة، عندنا تحرير، عندنا ميليشيات أجنبية، عندنا يعني. فبدك بالبداية قطعا يكون قرار عسكري لسنتين على الأقل. يعني ممكن حضرتك تشوف السيد مناف أطلس هو مرشح رئاسي جيد أو مقبول؟ لوحده لا يكفي، بده فريق معه، فريق كبير وبده برنامج، هو لوحده بيفشل.
لأنه مش شغل القدرات، يعني بده قدرات هائلة، بده الشعب السوري يتعاون معه. وأنا بتصوري يعني هو الشخصية الأفضل في هذه المرحلة إذا بده يصير مجلس عسكري انتقالي. في ناس ممكن يكونوا يعني أبرع منه عسكريا وكذا بالآخرية، لكن الجو العام كونه هو ابن النظام فأمام النظام، كون الدول اللي جابت النظام تعرفه وما بدها تغير، كون الروسي ما بيقبل إلا يعني حتى بهذا الزلمة يعني على مضض، عرفت كيف؟ فكان خيارنا إنه منا. أما إذا بدك تجي تقارنيه هيك لحاله بدون هيدي الظروف، لا طبعا. يعني بدك تحسبي مثلا شو تاريخه النضالي، ما في تاريخ نضالي. تحسبي أهله مثلا أبوه أو كذا كذا، عناصر سلبية بالنسبة له. لكن ضمن التركيبة الحالية، المخرج الوحيد اليوم يعني إذا بدنا نشارك نحن في السلطة بعد قطع رأسه، فالرأس البديل هو مجلس عسكري انتقالي. كل الضباط اللي كانوا فيه ما كانوا قادة، يعني كانوا بياخذوا أوامر بينفذوها، منفذين. يعني مثلا مملوك ما بيمونع حاجبه، وبالتالي مثل ما نفذ للأسد بينفذ لغيره، إذا هو مأمور. أنا بدي هيدي الناس اللي ما كانت تأمر، اللي كانت مأمورة، لأنه بدل مأمورة في النهاية بتجي مثلا هيئة أمم متحدة بتقول لي اعملي كذا 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 كذا. أما الناس عندهم جذور، عندهم شو اسمه، ما بيمشي الحال، بصيروا ديكتاتوريين. وبالتالي هذا هو المطلوب، مطلوب أنه أشخاص ما لهم قواعد، ما لهم أوليغارشية داخل النظام. عرفتي كيف؟ يعني أين نحن الشخصيات اللي ما إلها بناء هرمي داخل النظام؟ عرفتي شو؟ وبالتالي أيدي قلعة هين بشرط أنه يكون في تحت حركة مدنية قوية وقادرة، وبشرط أنه نكون واعيين نحن لنمسك عليهم حبل كافي لشنقهم إذا فكروا يستمروا بالسلطة. كتير خطير موضوع المجلس العسكري إذا لم يمسك من تحت من الشارع، عرفتي كيف؟ وكان أهم عنصر اللي كنت أنا عم اشتغل عليه أنه لا يمكن إخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا إلا لا بجيش النظام ولا بجيش روسي ولا بشي، لا يمكن أن تخرج إلا بشباب الثورة اللي أخذوا لهم بيوتهم الإيرانية واللي طالعون الإيرانية. وبالتالي أنا الأداة الفاعلة الحقيقية اللي بدي أعتمد عليها المجلس العسكري هي شباب الثورة. وقت اللي بيرجعوا شباب الثورة لبلادهم بسلاحهم، معناتها الثورة انتظرت، ما هيك؟ دكتور، لهون خلصت فقرتي فخ المواجهة، بنتقل معك على فقرة اسمه تعليق. ايه دكتور كمال، بفقرة اسمه تعليق عندنا مجموعة أسماء بانتظار تعليق من حضرتك على كل اسم من هالأسماء، ورح بلش بإلهام أحمد رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس سوريا الديمقراطية. أنا التقيت فيها مرتين، ما بعرفها منيح، كانت هي وصالح مسلم. صالح مسلم بعرفه طيب، ولكن ليس له قرار، يعني ليس هو صاحب القرار في موضوع مناطق اللي له. أما إلهام ما بعرفها، ما احتكيت معها. طيب كيف بتشوف تجربة شرق الفرات؟ حقيقة تجربة يعني عاملة جدل كتير كبير ما بين مع وضد تجربة شرق الفرات، كيف بتشوفها دكتور كمال؟ بتقارن مثلا عندنا ثلاث مناطق سورية، منطقة النظام، منطقة المعارضة، وشرق الفرات. شرق الفرات أفضل منهم كلهم، يعني رقم واحد بشكل عام يعني، لكن إلى مشاكل كثيرة، بس كلهم مو مناح. عرفت كيف؟ يعني كلهم لابد ما بصنفهم جيد، بس إذا بدنا نقول الأفضل السيئين هو شرق الفرات. كتير في أخطاء كان فيها تتجاوزها بسهولة، لكن العنصرية اللي عندهم هي السبب. مو العنصرية يعني معنى عنصرية، هي العنصرية رد فعل على العنصرية العربية والتركية، فهن العنصرية الكردية هي رد ترجيع للعنصرية تبعتنا. لكن هن ما حسنوا يقفزوا فوق النقطة، ولو قفزوا كان ممكن يكونوا فعلا مشروع سوريا القادم. لكن وقعوا بأخطاء كثيرة، وأهم خطأ هلأ وقعوا فيه هو الفساد. حقيقة
حقيقة بدأ الفساد بشكل هائل، ينتشر بشكل هائل داخل صفوف مناطق قسد. هلا فينا نحن إذا اتفقوا الأمريكان وبيعتمدوا يعني يشتغلوا مزبوط، فينا نرجع يعني ممكن ينحكى معهم لنرجع نعيد بناء السلطات الموجودة عندهم لتكون قاعدة للانطلاق لتحرير سوريا. ممكن، وهذا المشروع أنا طرحته بال2018 على الأمريكان، أنه نستخدم مناطق قسد مع التنف لنستخدمهم نبني فيهم قوى عسكرية كافية لتقطع من التنف باتجاه دير الزور، 200 كيلو نقطع فيه التواصل مع إيران. فكان هذا المشروع قدمته للإدارة الأمريكية بال2018، لكن الإدارة الأمريكية كانت نايمة، بتضل نايمة، بتصحى ما بتصحى ما بعرف. إيه دكتور، شو رأيك بموضوع الارتباط بالعمال الكردستاني؟ هل بتشوف هذا الشيء فعلا صحيح؟ آه قطعا، رفعوا صور أجلام، مو أنا قلت لهم رفعوها. طيب كيف نقدر نقول على جهات مرتبطة بأشخاص وبأجندات من خارج حدود سوريا أنه ممكن تكون فعلا بمستقبل سوريا؟ هلا ما في حدا ما تغير، لو بتقدمي له مشروع ويلاقي فيه مستقبل بيتغير، اما وقت بدك تحاربيه بيرجع لتاريخه الواحد بيتقوقع. فقد كانوا عم يحاربوا ورفعوا صور أجلاء، هاليوم ممكن ما يرفعوا كل الناس بتتغير. اذا انا عم نحكي على الضباط اللي سجنوني انه نجيبهم على مجلس انتقالي، لانه منين نجيب عالم؟ عرفتي كيف؟ فأنا ما عندي مشكلة، ما بعتبر إنه الشخص ما بيتغير. لا، حطي مشروع، ركبيهم على مشروع وطني بيركبوا، يعني ما مشكلة يعني. طرح الفدراليات دكتور كمال، الفدراليات، لأنه في حدا بيقول هل النسيج الاجتماعي أنا السوري رأيي بعد كل هاللي صار يعني تخلخل فعلا لا ولا حل سوى الفدراليات؟ أنا رأيي لا، الفدراليات لشو فدرالية؟ التقسيم أحسن، بس حسين لاقي حدود ترسم فيها التقسيم. أنا بتمنى أن يكون كل مواطن دولي، أنا بحب الليبرالية وبحب كل إنسان يشعر أنه حر، عرفت كيف؟ بس كيف؟ في طريقة عندك؟ في حدود تنرسم؟ ما هي المشكلة، ما المشكلة، أنا ما لي ضد أبدا، أنا مع أن يكون حر، ما حدا يتطلع فيه، ما حدا يراقبني، ما حدا يشوفني، ما حدا يطلب مني شيء، أنا بحب الحرية، ما هيك؟ يعني الحزام تبع السيارة بكره، إيه عندي عقدة من الباب اللي ما ينفتح من جوا. فأنا بتمنى يكون كل الناس أحرار كما يريدوا، لكن كيف بدك تحققها؟ كيف بدك تحققها؟ إذا نحن ملزمين بأنه يعني ندور على تشاركية معينة، نضحي بقسم كبير من حريتنا ومن خصوصيتنا لكي نتشارك مع الآخرين. هون التضحيات بقى بدك بقى تشوف بشكل متوازن بحيث أن لا تصل إلى مرحلة إلغاء أي حدا يعني. فالفيدرالية بالمعنى الفيدرالي الجغرافي مش ممكنة. إذا فيك تحط لي حدود فيدرالية حقيقية بين الناس على أساس قومي أو ديني، أنا بعمل لك إياها دولة كاملة، تقسيم قسمها مو مشكلة، ما عندي مشكلة، وأنا برفع له العلم بإيدي. بس وين؟ على كل ضيعة لحالها ولا كل حارة لحالها، واللي قاعدين بالشام واللي قاعدين بحلب واللي قاعدين بكذا، يعني ما بتزبط. وبالتالي احنا ملزمين بصيغ اخرى غير الفدراليه، اللي هي الدوله المدنيه الديمقراطيه مع خصوصيه ثقافيه عاليه المستوى. بنتقل معك دكتور على الاسم الثاني، اسرائيل. ايه بدنا تعليق على اسرائيل. اسرائيل هي يعني هي مساله اليهوديه، تقولي ما تقولي إسرائيل، إسرائيل دولة الدول بتزور. المسألة اليهودية نقلوها من أوروبا للشرق الأوسط، الأوروبيين طردوا اليهود وجابوهم وحاولوا يستعملوهم ليكونوا ضدنا وأداة للغرب. اليوم بلشت إسرائيل تكتشف أن الغرب هو اللي قتلها وهو اللي هاجر، وأنه هي إذا تعيش بسلام بالمنطقة بدها تبحث عن صيغ أخرى للتعاون مع الشعوب. وبالتالي هال 7-8 ملايين يهودي، نص العرب وثلاثة مليون، ما بعتقد المبلغ هالعدد عدد كبير، قد يكونوا شركاء جيدين في المنطقة إذا بطلوا يعرفوا نفسهم ضمن العقيدة الصهيونية. عرفت كيف؟ دكتور هل بتشوف فعلا الحل السوري ممكن يكون بإيدين إسرائيل مثل ما يقال من بعض الأطراف السورية؟
إسرائيل تملك حوالي 40% من القرار في سوريا. كيف؟ الدول الأوروبية كلها تعتبر دول الطوق المحيطة بإسرائيل قرارها بما يخص دول الطوق يجب أن يحظى بموافقة إسرائيل. يعني كان أمريكا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا إلى حد ما، عرفت كيف، وحتى الروسي بيراعي وحتى الصيني بيراعي، والدول العربية مأمورة طبعا. شو بتقول لإسرائيل بتساوي؟ وبالتالي إسرائيل لها حصة كبيرة في القرار في 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 سوريا. دخول الروسي والإيراني قلص لها للنص، وال10% بقيان إلنا وللنظام. ودكتور، هل 40% اللي انت مثل ما ذكرت حضرتك انه هو فعلا قرار الحل بايدين اسرائيل، شو اللي بتمنع اسرائيل انها تفرض حل سوري؟ ما عنده بديل، لا يوجد بديل. يعني هذا الأسد مجرم وكذا وإلى آخره، وهزيل وإلى آخره، لكن بديل عنه مين؟ لكن الإخوان المسلمين مستلمين فعليا للواجهة السياسية، أو هن مو مستلمين الواجهة السياسية للمعارضة اللي بتديرها الإخوان المسلمين، هي ما ممكن كانت تكون بديل بنظر الأخوين إسرائيل؟ لهم علاقات مع الإسرائيليين قبل، يعني من 2006 يعني لهم علاقات، وبتحداهم. انا بحكي اسمائهم بس بيزعلوا الاسرائيليين. ما في حدا ما له صله مع اسرائيل بالمعارضه السوريه كلها، بالنظام السوري كله، يعني من شخص بشار ليلحق اصغر واحد، يعني حتى حزب الله له صلات مع اسرائيل. اسرائيل فاتحه مع الايراني، فاتحه مع الخامنئي، فاتحه مع الكل، يعني ما اسرائيل موجوده بكل الملفات. لكن هن ما ممكن يتفقوا مع الايديولوجيا الايرانيه وايديولوجيا الاخوان، لانه خطر. تندم على زيارة إسرائيل دكتور كمال؟ لا لا ابدا، بالعكس بدي اروح مره ثانيه كمان. هلا صار لازم نروح. شوف، لاقول لك اليهود في المنطقه قد يمكن ان يتحولوا من اداه للغرب لضربنا الى اهم شريك يفتح لنا العالم يساعدنا. بس نعرف نحن الشرق الأوسط بطريقة أخرى، تكتشف أنه اليهود يعني ممكن يعيشوا معك. بعدين لا تنسى أنه نصهم جايين من دول عربية، نصهم، عرفت بس كيف؟ يعني في كتير شباب سوري بيقول انه القضية الفلسطينية والثورة السورية هي يعني قضية واحدة، وكيف نحن صحيح. كأحرار طلعنا بدنا حرية نروح نوقف مع كيان إيه، احتل أرض شعب شقيق يعني. هذا تعريف مش صحيح. فلسطين كذبة اقتطعت من سوريا، اخترعها البريطاني. واليهود غلطوا كتير انه ما قبلوا بحل ضمن حدود الانتداب، وبالتالي اصبحت القضية الفلسطينية قضية منتشرة من المغرب لاندونيسيا. الحقيقة القضية، المسألة اليهودية، انه في عندنا نحن بتاريخنا جزء لا يتجزأ من تاريخنا هو الدين اليهودي واليهودية. ومو سر اقول لك انه مثلا عبس وعنتر بن شداد يهود، عرفت كيف؟ ولا قصي ابن كلاب مثلا. نحن اجدادنا اذا نسب على اليهود بنسب على انبيائنا وعلى اجدادنا. وبالتالي اليهود ليسوا غرباء عن المنطقه، وموجودين، كانوا بدمشق وموجودين لهم حاره وبحلب وبابل والى اخره. ففكره انه نحن ما منعيش لحتى نطرد اليهود، لا، كيف كنا سوا بالاندلس وكنا سوا بالدوله بيقولوا لك العثمانيه. مو اليهود، الصهيونية، الحركة الصهيونية. الصهيونية شيء ثاني. فإذا نحن نحكي إنه اليهود من دون الأيديولوجيا الصهيونية هن شركاء في المنطقة. وهيك نحن بدنا نقول لهم إنه تخلوا عن العقيدة الصهيونية ورجعوا لنحكي مع عن أقلية يهودية في بلاد الشام. عرفت كيف؟ هيك بتصير، يعني بتصير الأمور مختلفة، ونقول إنه فلسطين كذبة، وبالتالي الفلسطيني اللي عايش بلبنان أو بسوريا هو عايش ببلده. ايه، وتحل قضية وجود اليهود في المنطقة ضمن صيغة اتحادية شاملة للشرق الأوسط. بعتقد من نتجاوز الصراع، غير هيك ما ممكن حله بالحدود اللي حاططها فيه بريطانيا. لا الفلسطيني رضي ولا اليهودي رضي، وبالتالي عصلجت، لأنه هذا بده الأرض وهذا بده الأرض، وأرض محصورة. اليهود مثل ما اجتمعوا بالخوف يتفرقوا بالسلام. السلام يعني أفضل كثيرا للشعب اليهودي من الشعب العربي،
وبيحل القضية الفلسطينية بطريقة سلسة جدا. يعني اليهودي اللي بيحسن يطلع يستثمر ويروح ويجي وكذا وإلى آخره، لن يصبح متمسك بدولة محاصرة بالجدران ومعادية. الحدود إذا حطيناها حدود اقتصادية وتشاركية ما بتعود حدود عسكرية، هن أقلية سيضطروا يتعلموا اللغة العربية ويعيشوا معك ويعملوا معك، سيزوروا بالتدريج. يعني يعني الخطوة الإماراتية صحيحة. أنا برأيي اتفاقيات السلام هيدي، يعني لو كانت بين شعوب لشعوب، وعم نحكي بهالموضوع، ممكن تكون لها مستقبل واعد يعني. أما اتفاقية إنه تصير تتفق مع النظام المستبد اللي عم يقتل شعبه، أنت عم تعادي الشعب كله. يعني كان مثلا مسألة الأسد، الاعتراف بالأسد أو توقيع سلام معه، قلنا لهم تاخذوا شغلة واحدة فقط، الأرض محتلينها ومحتلين، تاخذوا شغلة واحدة إنه سيعتبركم الشعب السوري مسؤولين عن مذبحة حجمها مليون إنسان. اصطفلوا أنتم، اختاروا عداء 25 مليون آخرين غير 10 مليون فلسطيني، فيعني ما بتكسبوا شيء، ما بيعطيكم شيء الأسد. وبالتالي يعني السلام مع الأنظمة، هن مشكلتهم عم يدعموا الأنظمة اللي عم تقتل شعوبها، فبالتالي عداء لليهود ولا إسرائيل كبير كتير، لأنهم يعني لو عملوا العكس كان ممكن تتغير كتير. وبالجنوب حاولنا نقنعهم إنه شوفوا الناس وشوفوا كيف، يعني اعملوا مبادرة إنسانية، شوفوا شو موقفه وكيف تغير موقفه. لكن الحقيقة إنه اليمين الإسرائيلي يعني لسه عايش بعقلية الستينات. ودكتور، بالعودة للثورة السورية والقضية الفلسطينية، هلأ نحن عم نشوف إنه عدو الثورة السورية هو عم بيكون صديق للقضية الفلسطينية، أو مو بس صديق يعني، حتى عم بيحارب اسم القضية الفلسطينية. كيف ممكن نحل هاي المعضلة دكتور، من دون ما إنه تتحول القضية الفلسطينية لعدو للثورة السورية؟ قطعا القضية الفلسطينية نحن نعتبرها قضيتنا، لكن نراها بصورة مختلفة. تكتيكيا اليوم مين اللي عم يقتل الشعب السوري؟ هو الجيش العربي السوري، المقاومة. مين اللي عم يقصف النظام السوري؟ الطيران الإسرائيلي. السبب نحن منزقف للطيران الإسرائيلي. إذا ونفس الشيء اليوم التحالف بين إيران وحماس. إيه، نحن اليوم سياسيا تكتيكيا القضية الفلسطينية عكس تماما القضية السورية، عكس عكسها تماما. يعني حلفاء هذا غير حلفاء دول، بس هذا لا يعني انه نحن نفضل مصلحة السوريين نحلها على حساب الفلسطيني، ولا بنقبل الفلسطيني يحل قضيته على حسابنا نحن. هذا النزاع منه، انه وقت بيجي مقاتل فلسطيني من الجبهة الشعبية وكذا بيجي بيعفش لنا بيوتنا، هو مفكر حاله عم يحرر فلسطين، هو عم يقتل اخوه. ونحن كمان ما ممكن حتى وقت رح نروح على اسرائيل ونروح، ما بنحل نحن قضيتنا على حسابهم هن. وبالتالي لازم يكون في مراعاه للاخوه شوي عند السلطه وعند المنظمات الفلسطينيه وعندنا نحن، عرفت كيف؟ وبالتالي هيدي النقطه تنحل هيك. اما ما في هلا افق لنكون نحن شركاء مع بعض، لانه حلفائنا حليفه هو عدوي وحليفي انا عدوي، عرفت كيف؟ بس انا بحيد وقت بيسالوني على القضيه الفلسطينيه بقول لهم اصطفلوا منكم، اقول لهم انا لن اكون طرف مثلا. اما انا اذا بدك تقول لي مثلا عن القدس، عم تقول لي مثلا عن الجولان، تذكرني بالجولان وتذكرني بكذا، بقول لك انا اذا بتذكر حيفا ويافا والى اخره. يعني ما تذكرني، خليني عم فكر هلا كيف بدي اخلص الشام وحلب، وبعدين خطوه المرحله الثانيه نحكي بشيء ثاني. حاليا نحن عندنا مشكله هي الميليشيات الايرانيه، الارهاب الكذا الاحتلالات الى اخره، خلينا نتعاون عليها، في نقاط مشتركة نتعاون عليها، بعدين عندما يعود الشعب السوري لأرضه بتعمل معه سلام، ما بتعمل سلام بتعمل حرب تصطفل. بس نحن حاليا في هدف مشترك، إذا كان في هدف مشترك، إذا ما عم تكذب عليه. كمان بدك تحط بالاعتبار إنه هن يعني بيخططوا على كذا طاق، يعني مش إنه يعني بيلفها 20 مرة ما بتشوفها بحقيقتها، يعني بفرجيك إياها بحقيقتها. لكن قطعا ان مشيوا بسياسات خاطئه. رح نروح على الاسم الثالث معك دكتور كمال، وهو سهل الزبداني. يا حسره يا حسره، كان اخضر وحلو، حرقوه قصوه يبسوه باعوه خشب لاهل الزبداني اللي طلعوا على المبدا. مين كان اللي قص؟ عندي 20 شجره جوز،
عندي 400 شجرة فواكه أنا إلي إنا، 400 شجرة فواكه من كل الفواكه اللي بتتخيلها، ما في شغلة تخطر على بالك بتطلع عنها إلا موجودة، كله راح. البيت ضربوه بالبراميل، المدري شو صادروا، شو عملوا بالزبداني؟ الزبداني كانت جنة، صارت هلا خراب، صحراء. روح شوف شوف صور السهل، صحراء صحراء بس. ضل في عائلات دكتور كمال ولا بعد اتفاقية المدن الأربعة يعني الزبداني أفرغت بالكامل؟ الزبداني كان عدد سكانها بتذكر المسجلين 23,000، بالصيف توصل للنص مليون وأكثر. كان في عدد من الناس المقيمين من إدلب ومن الكرد من البدو من الكذا يجوا يشتغلوا يعني ويقعدوا يقعدوا فيها، كان في يعني حوالي 10 15,000. من أصل ال 23 أو ال 25,000 موجود 2000 1000 2000، نصفها خارج سوريا والنصف الثاني بأقل من ربعه بالزبداني والباقي مشرد بالقرى وبالمدن. بإدلب في قسم، فالزبداني منكوبة يعني، راح فيها أكثر من 1500 شهيد يعني حوالي 10% تقريبا يعني بين شهيد ومعتقل إلى آخره. الشباب الجيل اللي بتحكي عليه مواليد 90 اللي كان عمره 20 سنة وقت الثورة، هذا الجيل راح نصه تقريبا يعني، ما صفي إلا كل طويل عمر. شو بدي أقول لك، زبداني مدمرة كلها، آلاف البراميل نزلت عليها. اتفاقية المدن الأربعة كانت أسوأ وأقذر اتفاق قامت به المعارضة السورية للأسف، بسبب أنه في مخطوفين قطريين يعني. صار في تشريع شرعني للتغيير الديموغرافي، شرعني للتغيير الديموغرافي كانت، وكتير كان خطير، وللأسف صارت برعاية الأمم المتحدة، وقعت عليها هيئة التفاوض العليا بقيادة رياض حجاز، وكله قبض قبض مصاري، وهيئة وأحرار الشام قبضوا مصاري هذا النحاس وغيره إلى آخره، فاوض الإيراني مباشرة يعني، وتهجير الناس، شرعنة تهجير الناس من الفوعة ومن كفرية ومن كذا، كمان عيب يعني مخجل هذا الموضوع. فللأسف كان أسوأ اتفاق، وأنا عملت له ملف كامل ومستعد بدي أقدمه لأي محكمة دولية، بدي أقدمه، الملف موجود بدي أقدمه يعني، بيوم ما سأقدمه للمحاكم الدولية لنحاكم ونطلب تعويضات على جريمة حرب حصلت في سوريا بموافقة الأمم المتحدة برعاية تركية بين قطر وبين إيران، اتفقوا على تغيير ديموغرافي بالشعب السوري، وبالتالي نطلب منهم تعويضات كبرى لهالناس هيدي، وبالتالي مجرمين مجرمين بجريمة حرب. أنا أعطيها كل مواصفات القرنية، هي جريمة حرب، جريمة ضد الإنسانية، تطهير عرقي وتغيير ديموغرافي. حضرت ثورة الزبداني دكتور كمال، كنت بالزبداني لما اشتعلت الثورة والمظاهرات بالزبداني؟ أنا كنت بالحبس وقت طلعت الثورة، وأول ما نزلوا بالمظاهرة الداخلية أهلي، أنا كنت أضرب عن الطعام أنا أضربت عن الطعام يا سيدي الكريم، أضربت بثماني آذار، وبعدها قررنا نجعله أضراب مفتوح حتى الموت. فنزلوا أهلي على قدام الداخلية يوم 16 الشهر، كان طالعة مظاهرة الأموي، طلعت 15، أهلي نزلوا يوم 16، اعتقلوا 7 من أهلي يعني، ابني ابن أخي أختي بنت أختي بنت أخي بن عمي، 7 من عائلتي اعتقلوهم. وبعدها قامت الثورة بدرعا طبعا يعني، سمعوا إنه في ناس عم طالب بالمعتقلين، وقامت الثورة بدرعا، قامت ب 18. بعدين أنا قامت الثورة كان لسه علي شي 7 سنين سجن لازم نكملهم يعني، أكثر من 7 10 تقريبا يعني، كنت قاعد 6 إلا شوي ولسه علي 10، المهم 16 سنة محكوم. وقت قامت الثورة طلعوا عفوا بنص الصيف تقريبا، عفوا شمل جرائم الواقع على أن الدولة بحياته ما طلع على عفو، فأعطاني نص مدة، فحكمي كان 12 سنة جنايات عسكرية
وثلاث سنين جنايات عسكرية، وقبلها كنت محكوم 3 سنين أمن دولي نايم وأنا وديك مخلص. فطلع نص مدة، يعني بقي علي كان لازم يعني كمل سنة، يعني سنة ونص تقريبا. فاشتغلوا المحامين دمجوا الحكمين العسكري والمدني، فصار باقي لي شي شهرين لأطلع. يعني طلعت بآخر بنص الشهر 11 اكتمال مدة، يعني نمت نص المدة اللي أنا محكومة. طلعت من أمن الدولة، طلعت أول يوم، ثاني يوم، طلعت يوم الأربعاء، يوم الجمعة كنت على رأس المظاهرات بزبدان. إيه ضليت قاعد لشهرين، وبعدها حررنا الزبداني بتتذكر، طلعت على الأردن وقدنا عملية تحرير الزبدان، كانت أول مدينة محررة، وكانت عيادتي هي المجلس المحلي، وعملنا مجلس محلي منتخب، وعملنا مشفى ميداني ومجلس محلي، أول مجلس محلي منتخب كان الزبدان. كان عيادتي يعني بيت أهلي على الجسر جنب الجامع الكبير، فكان هونيك يعني بلشنا أول تجارب ديمقراطية، بعدين أجوا الإسلاميين وخربوا كل شيء. كلمة منك دكتور كمان للساكنين الجدد، للساكنين الجدد للزبدان. إيه ما رح تطولوا، ما رح تطولوا، لو بدي يجي على دبابة إسرائيلية أنا جاي. عرفتوا كيف؟ لا حدا يفكر إنه يقعد ببيوتنا نهائياً. هيدي أرضنا سنموت فيها وندفن فيها، وعلى الأقل سنقاتل حتى نموت. لا حدا يفكر إنه يجي يستوطن محلنا أبدا. سنحرقها ولن نسمح لكم لو بالنووي. نعم. إن شاء الله بنرجع كلياتنا على بيوتنا دكتور كمال عن قريب، ومنزورك بالزبدان وبناكل جوز وفواكه من عندك من المزرعة. ما حصل، زرعت الراحة أصون أصون كله أصون للأسف. إن شاء الله أصون. خلدون. دكتور كمال بنتقل معك على الاسم الأخير، أنور البني. صديقي زميلي انحبست أنا وياه 5 سنين، كان الأعلى صوتا من المحامين المعارضين، كنت عمليا يعني أقرب صديق لي في المرحلة من 2005 ل 2000 و11 2012. يعني اشتغلنا بالمرحلة اللي طلعت فيها من الحبسة الأولانية، كان هو أنا وياه أكثر شيء عم نشتغل. بعدين وقت انحبسنا رجع لحقني على الحبس، ما طول بعدين يعني. ضلينا كل يوم نشوفه الصبح، هو من شباك الكريدور جناح 8 وأنا من باحة الجناح 6، نحن نوقف على الدرج نحكي كل يوم 5 دقائق، 10 دقائق الصبح نحكي. فكان كل يوم لازم اتصبح فيه مثل ما اتصبح بمشعل تمه الجناح 3. كنت دور على الأجنحة، كنت دور على الأجنحة وتصبح فيهم، وكنا يعني عم نحلم بسوريا الحلوة. وقامت الثورة وما يزال صديقي، الله يعطيه العافية. طيب دكتور، هو اللي دعم أو قام وحرك ملفات بمحاكم كوبلاند، ويقال إنه حضرتك كنت معارض إنه يتحاكم أنور رسلان، فممكن توضح لنا هاي النقطة؟ قطعا هو اشتغل على آلاف أو مئات الملفات، لكن القضاء الألماني لم يختار إلا محاكمة ضابط منشق. أنا كنت مو ضد إنه نتحاكم، أنا ضد إنه يبدأوا بضابط منشق وأن لا يحاكم النظام. يا بتحاكم النظام يا لا تبلش بالمنشقين، يعني مثل بفوت على الجامعة بإجر اليسار. أنا كان رأيي إنه البدء من ضابط منشق ليس طريقة جيدة على الإطلاق، هي رسالة لكل الضباط الموجودين انه اوعى تنشقوا، اللي بيحميكم هو فقط النظام. هو دعم للنظام، وللاسف اليمين الالماني هو اللي حرك القضيه، هو اللي مشاها، يعني حزب البديل. وانور القضيه الوحيده اللي قبلها القضاء الالماني هي هاي، وبعدين بالزور لقبله قضيه الدكتور، يعني حتى عصلجوا كثير بالاول. فانور مو هو المسؤول، مو هو اللي قال لهم هذا وبس، قدم لهم ملفات لمئات القضايا درسها وقدمها وكذا والى اخره، لكن هم اختاروا هيدي فقط. فالسبب انا كنت رحت على المحكمه وشهدت، طلبت المحكمه بالتنحي، اما بتنظر بالجرائم كلها وبتنظر بالضحايا كلهم او لا تنظر، لا تشوه لنا العداله، قلنا لهم انتوا اللي عم تقولوا لنا العداله الانتقاليه، طبوا العداله الانتقاليه على هي، قلنا لهم بدرسون عم يقول عداله تصالحيه، خليه يتباوس انور رسلان هو والضحايا تبعه. وانتم بتقولوا عداله تصالحيه مع الاسد، حكومتكم وبدرسون تبعكم والامم المتحده، طب طبوها، ليش بدك تطبي على انور رسلان المنشق؟
العدالة القصاص الألماني وما تطبقوا على بشار أسد. قلت لهم أنا طالما بشار أسد لم يوضع في قفص اتهام بعتبر كل المحاكمات وكل العدالة غير متوفرة غير متوفرة، وبالتالي أنا رحت كثير يعني استفزيتهم هونيك وقاطعوني كذا كذا مرة والتزم بالأجوبة. قلت له أنا ماني متهم، أنا جاي لألكم اتركوا، إما بتتركوا الشعب السوري يطبق عدالته أو لا تطبقوا عدالة بالمرة. إحنا عدالتنا البنت عم تطبقوا هاي المعايير ما نطبقها بسوريا. لا تقولوا لنا سفيركم يقول لنا عدالة انتقالية ولا يقول لنا الأمم المتحدة عدالة تصالحية. بدكم هاي العدالة تفضلوا من حاكم المجرم اللي قتل واللي ضرب كيماوي، هذاك ساكتين عنه رايحين تبعتوا كلهم. جهاز مخابراتكم إلى الآن لم يقطع مع النظام السوري في ملفات قذرة بيعرفها هذا أنور رسلان، كانوا يبعثوا جماعتكم يبعثوا إسلاميين يتحقق معهم عنده، ولهالسبب بدهم يسكتوه. فأنا رحت لحتى أحكي وقلت إنه الجرائم في سوريا حدثت لها صفة طائفية، إجت ميليشيات شيعية قاتلت السنة، وبالتالي لا تصغروا القضية تبلشوا بمحاكمة سنية. أنتم عم تغيروا طبيعة الجريمة، جريمة طائفية ارتكبتها ميليشيات شيعية اجت من شان المراقد وقتلت الناس على أساس طائفي، عرفتوا كيف؟ أنتم عم تغيروا توصيف الجريمة من جريمة ضد الإنسانية لجريمة ارتكبها أشخاص ونظام. طيب شرف حاكمته، موجود معلمه موجود بروسيا، اطلبه على الانتربول الدولي اللي هو حافظ مخلوف، كان معلمه وهيك مطلبه على الانتربول الدولي، اصدروا قرار حكم بادانه النظام كله. هذا رياض حجاب كان رئيس حكومه وقت كان انور عم يعزل، ليش ما تجيبه؟ مو رئيس حكومته، ليش بتجيب انور لحاله؟ اذا في استنساب، لانه الرجل انشط بدكم تتشاطروا عليه، واللي قاعد عم يقتل لسه الى الان ما بدكم تشاطروا عليه. بس هدول الضحايا اللي راحوا، نحن قلنا انا الي ناس قلت لهم انا الي ناس، صهري اولاد عمي ثلاثه ورفقاتي دكاترة بالزبداني ثلاثة أربعة أعدمون النظام بسبب علاقتهم فيه، تفضل أعطيني حق هدول. ما أنك قادر إذا عود مع جناب، لا تقول أنت عم تطبق العدالة، أنتوا عم تحاولوا تبرئوا تغيروا صفات الجريمة. أنا هذا اللي حكيته، ما دخل ما موضوع أنور، ما خلاف بيني وبين أنور على الإطلاق. أنور أخذت القضية بعد معين، أنا بدي لا حطها بموقع الحقيقي كاملا، يعني إما في عدالة أو ما في، يا لكل الضحايا يا لا. منك قادر لا تعمل، منك قادر تجيب ملفات وتجيب إثباتات لا تخلى عن الموضوع، لا تقول أنا حققت العدالة. لا يمكن اختصار العدالة في سوريا بمحاكمة ضابط منشط. ليش نقيته منشط؟ لو كان عندكم رفعت الأسد، قل لهم رفعت الأسد كان عندكم ومحكوم وسمحتوا له يهرب، أنتوا كيف بدي صدقكم أنا؟ كيف بدي صدقكم انه انتم بدكم عداله؟ ما بدكم عداله، انتم بتوجهوا رسائل سياسيه خاطئه، انتم عم تقولوا للاسلاميين انه نحن اعدائكم ونحن ما بنحاكم الا المسلم، وبالتالي انتم عم تخلقوا مشكله بداخل مجتمعنا. ما انا مواطن اوروبي، انتم عم تسببوا لي مشكله، انا ما عاد في ضب الناس اللي عندي، صار الناس عندي بيقولوا هدول ما بدهم يحاكموا الا السنه. طيب هذا الزلمه انشق وترك من اول ضابط، انشق اول ضابط مخابرات انشق هو. طيب وليش عم تبلشوا فيه؟ بلشوا الضابط غيره وبعدين تعالوا. لا ما بدهم. علي مملوك طلع على ايطاليا ورجع، ليه ما اعتقلته في مذكره التوقيف بحقه؟ ففي اسئله كثيره كان يجب ان تقال. يعني لو كان انور رسلان علوي كان محاكمه واجبه جيده، مو لانه علوي، اذا انشق لا، اذا انشق لا. اما يعني من شيء من شوي كنا عم نحكي دكتور كمال ببداية الحلقة لما حكينا عن الحركة المدنية السورية وإخفاق الشباب، قلت الحالة الطائفية لا زالت مستعرة، وبعد شوي بنسمع أنه المشكلة في سوريا طائفية. شوف لألك الجريمة طائفية، أنا لا أتهم الطائفة، عرفت كيف؟ ما قلت أنه الطائفة قامت بمجزرة، قلت النظام، لكن ارتكب الجريمة على أساس طائفي. التوصيف الطائفي للجريمة هذا من حق الضحية، عرفت كيف؟ أما الفاعل بصفته هو بصفته كان إيران ولا كان نظام سوري ولا كان سني ولا كان شو من كان، ارتكب جريمة طائفية ذات طابع طائفي.
كانت الناس مجرد انه اسمه عمر او اسمه مثلا خالد كانوا يعتقلون الحاجز الوقوف على وصول هيك. فبالتالي انا ما بدي اخفض مستوى الجريمه من جريمه ضد الانسانيه الى جريمه عاديه ارتكبها موظف، عرفت كيف؟ ما بدي، وما بدي بلش بضابط منشط. اول شغله موضوع انه تبلش بسني لتقول انه الجريمه ليست ذات طابع طائفي موظفين، بدليل هذا سني كان عم يقتل، لكن معناتها الجريمه مو ذات طابع طائفي، يعني تخطيط الجريمه. ثاني شغله تبلش بالمنشقين، انت عم تقول عداله تصالحيه، ليش عم تبلش بالمنشقين؟ عرفت كيف؟ فاذا في خطأين كان كبار مهمين جدا، اللي هن بيغيروا توصيف الجريمه وبيغيروا المسؤولين عنها، عرفت، بيعتبروها صارت يعني شغله عاديه، يعني ما عاد الجريمه ضد الانسانيه، نزلوا لها مستواها. لا ابدا ابدا، عندما ذبحت حماه ذبحت على اساس طائفي، وعندما ذبحت صير والحوله ذبحت على اساس طائفي، وعندما ذبحت دوما ذبحت على اساس طائفي. هذا كلام مضبوط، انا لا اتهم الطائفه العلويه لانه الطائفه العلويه قسم كبير منها ذبح ايضا ومضغوط عليه ومحصور والى اخره، لكن في ناس كانوا متطوعين على اساس طائفي، في منهم مشايخ وكانوا يحرضوا الناس على اساس طائفي. وبالتالي ما هون عم نحكي عن علي خزان كان شيخ ضد الطائفه العلويه مثلا، يعني فبالتالي انا ما فيني اقول انه الطائفه العلويه هي المسؤوله، لا ما بقول هيك، بقول الطائفه العلويه ضحيه، في ناس مقررين فيها وفي ناس مستنى تقرر فيهم، لكن الجريمه ارتكبت تطهير عرقي، تطهير عرقي وتغيير ديموغرافي مقصود من قبل ايران، عرفت كيف؟ ودليل حمص اليوم الاحياء المسيحيه والاحياء العلويه موجوده، الاحياء السنيه كلها برا، ليه؟ ليش؟ ليش يعني عرفت كيف؟ في شيء طائفي، ما فيك تطلع من هذا حقوقيا، ما بيجوز، هي ضحايا، في ناس ماتت. انا لا يعني انه والله الحق بصير للاخوان المسلمين ولازم هن يكون لهم، هن جزء لا يتجزا من هاي المصيبه والكارثه. اما انا واضح تمام بهذا الموضوع، انتبه، ما فيك تقول اني انا رحت لهونيك لانه علوي والبلاد مسلمي، لا، لو ما انشق اوكي، لو كان هن ما نزلوا مستوى الجريمه وما وحكوا بهذيك انه كان التعذيب على اساس طائفي، وكان الحاجب تبعه بخوفه لحاجب انور بستان وبيخاف منه وما بيسترجي يعمل شيء الا لما يجي الحاجب تبعه، وانا هذا اللي حكيته انه في شبكه طائفيه معينه، علاقات معينه داخل النظام هي ماسكه النظام، والضباط السنه ليس لهم لا حول ولا قوه، بدليل مناف طلاس اساله بيقول لك انا كنت اطلع اتصيد عصافير، ما بعرف شو عم يصير، دخلني بشيء ولا شيء يعني، ولا حتى مصطفى طلاس نفسه، عرفت كيف؟ كان يوم اللي شارون عم يقاتل ويحتل ببيروت كان قاعد عم يسبح بالشيراتون، ليش لا يتصور بالشيراتون مصطفى طلاس؟ ليقول له ليك وين انا، ما دخلني بكل الصراع يعني، معلش نفهم نحن شغلي، حافظ اسد ورط الطائفه في هذا، في جرائمه، وللاسف في قسم كبير منهم استفاد من هذه الجرائم، هاي حقيقه ما فينا نخفض فوقها اليوم ولا بكره، وبدها وقت لحتى تنسى. هذا كان سؤالنا الأخير دكتور كمال، كتير متشكر وجودك اليوم معنا. شكرا لك، شرفنا كتير بوجودك معنا دكتور كمال بحلقة مميزة، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات تانية كمان. تسلم يا أمير، تسلم تسلم تسلم، سلم بركة فيكم، أنتم بدكم تكملوا، نحن خلاص دورنا صفينا على آخر، إن شاء الله إن شاء الله نقدر يعني، وتخلو فجر جديد لسوريا القادمة يا خلدون. إن شاء الله، شكرا كثير لك، تصبح على الخير دكتور كمال. لا والخير، الله معكم.